المواطن. ولقيت معلن احد من جماعه خالف تذكر وخالف تعرف يقول لك هاي دغدغه مشاعر، او يقول من جماعه اللي ما يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب ويقول لك هاي كلام مشاعر. لا، هذه واقع، المواطن قاعد يموت ويحتضر، فلازم احنا نوقف في صف المواطن في شتى مجالاتنا، الحكومه، السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه القضائيه، ثلاث سلطات في مركب واحد، احنا في مركب الوطن. فشلنا من فشل الحكومه، نجاحنا من نجاح الحكومه. الحكومه مجبره مثل ما قال صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء لما زارنا قال حق الوزراء ملزمين تحطون يدكم تعاونون مع سعد محمد. انت موافق ولا معارض؟ انا موافق، لكن اتمنى توافق بعد على زياده الرواتب. شكرا شكرا. انت بس قطعتنا اللي قدرتوا عليه. خلاص انت موافق؟ احنا قول استريح بعد. الله يحفظك، استريح.